من يفتح أبواب مصر للصهاينة لكي يعلمونا كيف نزرع، فأتلفوا الزراعات، أتلفوا المحاصيل. في فترة من الفترات عشنا وزير زراعة أسبق كان بيقلع المزروعات عشان يزرع كنتالوب، وكان بيقلع القوط عشان يزرع فراولة، ولا ده نفع ولا ده نفع. أهملت الزراعة، بددت الأراضي الزراعية، تم الاعتداء على الأراضي الزراعية الخصبة، وبدأنا نشهد رجال العهد السابق الساقط البائد يستولون على الأراضي الزراعية لكي يحولوها إلى قصور ومنتجعات، بالإضافة إلى طبعا القضية المشهورة المبيدات المسرطنة، وكل ما أصاب المواطن المصري وفي المقدمة منه الفلاح من أثار ذلك النظام القديم الساقط البائد. نعجب جميعا ونحن في مصر أننا نستورد الآن الفول من الصين والإمارات. نعجب الآن أننا في مصر نستورد ما نأكله، بينما كنا في يوم من الأيام كان يقال عن مصر وفي منطقة الشمال الغربي كانت سلة قمح العالم. العالم كله كان ياكل قمح من مصر. الآن بدأنا وجه علينا وقت للأسف من عدة سنوات جه علينا وقت أن نتلقى منحة قمح من إحدى الدول العربية التي لا تعرف الزراعة. مش هقول اسمها، دولة شقيقة، لا أبدا، المملكة العربية السعودية. حينما بدأت المملكة العربية السعودية تزرع القمح، زرعت القمح وفاض الإنتاج وأصبح كثيرا، وبدأت توزع منه معونات. ويوم أتت هذه المعونة، معونة القمح من السعودية لمصر، كان يوم أسود في حياة المصريين. أن يجد المصريون أنفسهم وهم يعتمدون في غذائهم على من يقدم لهم المساعدات. لهذا السبب يعني حقيقة لما جالي الأخ محمد آدم وعرفني بقصة نقابة الفلاحين، وأنا التقيت معاه مرة في مؤتمر من المؤتمرات، فقلت له هذا يوم سعيد أن يكون للفلاح في مصر نقابة، وأن يكون للفلاح في مصر من يمثله ويدافع عنه، والأهم من هذا أن يكون المسؤولون في مصر عن قطاعات الزراعة والري ومثل هذه الأمور. ومعنا الإخوة الأعزاء الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، والدكتور هشام قنديل وزير الري.